وفي الحديدة يعاني أهالي مدينة حيس من أزمة مياه خانقة جراء توقف مشروع المياه الأساسي في المنطقة للشهر الثالث على التوالي، ويعتمد الأهالي على مصادر مياه أخرى من آبار خيرية وخزانات إسعافية يقطعون إليها مسافات شاقة لأجل الحصول على لترات مياه بدلا من المشروع الحكومي الذي دائما يواجه أعطالا متكررة. نعاني من شحات المياه في المديرية، لأن الآن ما معانا إلا المشروع هذا يغيث المواطنين، وإحنا نجي له من طرف المديرية. المشروع موقف له 3 شهور، منذ حوالي 3 شهور، ولو جابوا لك المشروع يجيبوا لك هو مع الساعة 2 بالظهر حتى ما يعبي لك دبة 20 لتر. والله نقول لهم يعني يغيثوا الناس بالمي، لأن حالة الناس تعبانة، ما يقدر الإنسان إنه يوفر قوت يومه. البلاد في أزمة، والسلطة المحلية ما لهاش أي دور في البلاد، أحياء كأموات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الماء لا يجي إلا بعد 3 شهور أحيانا، لو يشغلوا صح يكفي البلاد كلها. أما إلا نقول إلا عندي مين حق اسمه هود عبد القادر من كل بقعة ننقله، اشترينا وايتات نشتري ذاك، واحنا مشعتتين في لنحصل ماء ولا حاجة. نحن نواجه إشكالية في مشروع المياه، وذلك بسبب عدم الصيانة الدورية كل أسبوع كل شهر، لأنه هذه منظومة شمسية تحتاج تصفية وتحتاج مفاقدة الإنفلتر، تحتاج التصفية وتشوف الغاطس كم الإنتاجية حقه وكم. هذه الإشكالية لأنه منظومة شمسية، إذا هو في مواطير تعمل محركات ديزل مثلا، نعم النسبة الماء يعني أقل حاجة يكون على 10 أيام، 12 يوم بالكثير، ما يتأخرش عن الناس لأنه منظومة شمسية. إذا في عيان خلاص الله يفتح عليك، وإذا في أي خراب ما حد يروح يصلح ولا جن.